اهلا بيكم. النهارده هعمل لكم ريفيو كده عن شويه حاجات جديده جبتها، يعني بنحاول نطور برضو الاستوديو شويه وكده. في حاجات عجبتني قوي، مثلا ده جبت كارت صوت من شركه كروس فايل دي شركه حلوه قوي، يعني عندهم شويه حاجات كده، وبيقولوا ان الكارت ده جامد جدا ومنافس جامد جدا للفوكس رايت، فقلت اشوف كده يعني اجيبه كده اجربه هيبقى عامل ازاي. وفي استوديو مونيتورز برضو سماعات حلوه قوي، وفي برضو اللي هي الهيدفونز قلت اجدد شويه كده. كمان انا عندي كذا حاجه كروس فايل، يعني لقيت بصراحه يعني اتعاملت معاهم قبل كده. كروس فايل ماركه ممتازه، جايب منهم البيانو ده قبل كده، فبيانو كويس جدا ومساعدني كويس جدا وكده، فقلت اجرب بقى مثلا كارت صوت، اجرب هيدفونز، اجرب مونيتورز. فتعالوا بقى نجرب فكره الانبوكسنج كده، نفتح ونشوف كارت صوت بيجي شكله عامل ازاي، ايه الحاجات اللي بتيجي معاه، شكله يعني الدنيا عامله ازاي كده. تعالوا نشوف بقى كده، نبدا بواحد واحد. تعالوا نجرب كارت الصوت. فتعالوا كده نشوف كارت الصوت، ادي الشكل بتاعه وادي العلبه بتاعته. انا شايف العلبه شيك جدا، تصميمها حلو، ومفروض ان ده شكل الكارت يعني، ومفروض ان الكارت اسمه يونايت 2 داش 2، فشكله عجبني جدا. تعالوا نشوف بقى الشكل بتاعه لما يتفتح هيبقى عامل ازاي، هيبقى ايه اللي جاي معاه مثلا او كده. انا التصميم عجبني اهو، اول حاجه بنفتحها بنلاقي معاه طبعا المانيوال بتاعه، ودي البرامج اللي بيدعمها وكده، وجاي معاه. تعال نطلع الكارت كده نشوف، طبعا بيجي لنا بالشكل ده كده جوه العلبه، يا رب يكون واضح بقى اهو بالشكل ده كده. نطلع الكارت بقى نشوف شكله عامل ازاي. العلبه بصراحه شكلها شيك وحلوه، وادي شكل الكارت. الكارت انا جبته عشان شكله، التصميم بتاعه عجبني جدا. الكارت شكله حلو قوي، بصوا اسود وبيلمع وشكله شيك قوي، يعني بيشد. طيب تعالوا نشوف ايه المداخل بتاعته. هو عندنا مثلا هنا مدخل لمايك، وهنا مدخل لمايك تاني، وطبعا في ده التحكم بتاع المايكين، ده بتاع السماعات اللي هنوصلها، وده طبعا بتحط هيدفونز هنا كمان. والمخارج بتاعته من ورا، ده طبعا اللي هنوصله على اليو اس بي، وده هنا مخرجين عشان تحط السماعات. فده شكل الكارت بصراحه عاجبني جدا. طبعا انا بس كده دلوقتي بعمل انبوكسنج بس للحاجات، بس بعد كده طبعا ايه يعني اما اجربه بقى واجرب اسجل بيه وكده، هعمل لكم فيديو تاني عن تجربتي معاه بقى، عجبني وما عجبنيش، البفر سايز بتاعه عامل ازاي، بيعمل ديلي، بيأخر، حلو ووحش، الكواليتي عامله ازاي اما اجربه. مصنوع من خامات كويسه جدا، يعني ده يعني حلو، تقيل الكارت شويه برضه، يعني دي حاجه حلوه عشان مثلا إيه لو انت بتاخده في مكان الكارت مثلا ولا حاجه هيتخبط هيتهز، لا يعني تصنيعه نفسه حلو. فده كده بالنسبه للكارت. تعالوا نشوف بقى حاجه تانية مثلا السماعات او حاجه. طيب تعالوا نشوف الهيدفونز بقى الحلوه دي. طبعا نفس التصميم، العلبه شكلها اسود وكده، واضح ان الكروس فايل واخدين الستايل ده في التصميم، عجبني جدا الشكل برضو، تصميمها حلو قوي. طبعا دي بقى الايه شكل السماعه المفروض وكده. عايزين نشوف بقى لما نفتح هيكون شكلها عامل ازاي من جوه. بصوا بقى، في مفاجأة حلوة ان انا لما فتحت لقيت ان السماعة جاية في باج، فدي حاجة كويسة جدا، دي عشان تاخدها مثلا وتسافر ولا اي حاجة او حاجات زي كده. نسيب بقى الكرتونة دي ونشوف بقى الباج دي شكلها عامل ازاي. الباج شكلها نضيف جدا محترمة، الخامة اللي مصنوعة منها كويسة جدا اهي، ومكتوب عليها طبعا كروس فاير وكده. فطبعا الحاجات دي بتدي برستيج للماركة نفسها، فواضح ان هي الماركة نازلة بتقلها عشان تنافس ماركات تانية كبيرة. فتعالوا نشوف بقى شكل السماعة جوه الموضوع ده عامل ازاي. اهي ادي شكل السماعة، واضح ان هي ضخمة وفيها يعني شغل عالي، اهي سماعة حلوة شكلها حلو قوي، طبعا مكتوب عليها الكروس فايل من هنا. السلك بتاعها حلو، الخامة بتاعته مصنوعة حاجة كويسة، ومكتوب عليها طبعا الشعار بتاع الشركة من هنا كروس فايل اهو. عايز اجرب برضو ايه يعني تبقى، هي تقريبا عزلتني شوية عن الدوشة اللي حواليا، يعني مش سامع قوي الحاجات، فدي كويسة جدا. طبعا هتسمعك وانت بتعمل ميكس مثلا او بتسجل او حاجة، هتسمعك بشكل قوي جدا. وبعدين ده مريح جدا، بيفرق بقى من سماعة لسماعة ان ده يكون مريح ولا لا، لان انت ممكن تقعد تشتغل فترة طويلة مثلا وانت حاطط السماعة، فلو ده مش مريح هيتعبك في ودنك. تعال نشوف الاكسسوارز بقى اللي جاية معاها ايه. بتاع فاضية، ده السلك بتاعها جاي، يعني هو جاي لنا بحاجتين، دي كمان بتتفك وتتركب على فكره، دي كده من هنا كده تقدر تفكها كده
وبتتركب يعني ممكن تاخد سماعة كده بس، فجاي لنا نوع وصلتين اهو، يعني دي وصلة وفي وصلة تانية اللي هي دي كده. بس دي شكلها يعني ايه، بصوا حاجة حلوة جدا يعني، عايز تشتغل بدي ماشي، عايز تشتغل بدي ماشي، فدي حاجة ظريفة. وكمان لقيت حاجة تانية اهي، انا شايف دي سماعة محترمة جدا بصراحة، جايب لنا يعني برضو كفر تاني ممكن تبدله مع ده، او ممكن يكون باك اب برضو، لسه مش عارف بيعمل ايه قوي، لسه هقعد اجرب بقى واخترع واكتشف وكده. وطبعا اهم حاجة يعني لسه اول مرة فعلا بعمل انبوكسنج للبتاع دي، عشان لسه هجرب، لسه هكتشف زي زيكم، وهعمل فيديو تاني عن يعني تجربتي معاها ايه بقى، انبسطت منها شكل على الفاضي، هشوف بقى الكلام ده ايه ظروف. وطبعا في مانيوال بقى هو تقدر تقراه، تشوف بقى التفاصيل بتاعه ايه والكلام ده كله. بس انا يعني مبدئيا كده انا راضي عن السماعه دي جدا، عجباني جدا، لسه بقى هقعد اجربها واجرب صوتها واشوفها في الميكس عامله ازاي والكلام ده كله. نركنها دلوقتي نشوف بقى السماعه دي. انا كده كده عندي مونيتورز تانيه بس عجبتني دي، قلت اجيبها يعني اجربها. تعالوا نشوف السماعه عامله ازاي. طبعا ممكن هي دي هي دي طبعا، بس يعني هما اتنين، عايزين بقى نشوف السماعتين الحلوين دول. انا كده كده عندي مونيتورز تانيين بس عجبوني دول برضو، قلت اجيبهم كده اسمع صوتهم واجربهم واشوفهم برضو في التسجيل والميكس والحاجات دي عاملين ازاي. طيب تعالوا، طبعا هي السماعه دي هي دي مفيش فرق خالص، فاحنا ممكن ننزل واحده ونفتح التانيه عشان بس الايه الزحمه. طبعا السماعه تقيله تقيله فعلا يعني، فهنشوف بقى من جوه السماعه شكلها عامل ازاي وامكانياتها ايه والكلام ده كله. وطبعا الامكانيات دي هتبان بعد كده لما اجربها بقى واشغلها وكده. دلوقتي بس احنا بنعمل الايه اللي يعني بنفتح السماعه كده ونشوف فيها ايه وكده. طيب كده فتحنا بقى السماعه اهو، خلاص تمام كده فتحنا. اول ما فتحت لقيت ده كابل اهو، كابل هو بتاع الباور، فواضح ان كل سماعه منهم ليها يعني الكابل بتاعها لوحده، وده حاجه بتكون كويسه جدا، يعني معناها ان السماعه الباور بتاعها عالي عشان تقوم بكابل زي كده، فدي حاجه كويسه. فساعات بتلاقي مثلا سماعتين مع بعض متوصلين ببعض بفيشه واحده والاثنين موصلين لبعض، فمعنى ان كل سماعه لوحدها هتبقى ليها الكيبل بتاعها، بيبقى دي حاجه كويسه. فيبقى دي اول حاجه. ثاني حاجه هو عندنا طبعا المانيوال بتاع السماعه ازاي تشتغل والحاجات دي كلها والكلام ده، هنشوف برده الكلام ده. وبعدين شكل السماعه بقى نفسها ايه، طبعا السماعه طبعا كرتونه اكبر من السماعه، ادي الشكل اللي بيجي لنا بيه السماعه. طبعا كيس بقى وحركات وكده، نشوف. انا شايف شكلها حلو، تصميمها كويس جدا، تقيلة يعني تبان بس صغيرة شوية بس هي تقيلة، التصميم حلو قوي، كويسة جدا السماعة. عرفت ان دي بتنور باسم الماركة كمان، بتنور لون نور ازرق كده. تعالوا نشوف من عندها ايه من هنا. ده طبعا الفوليوم بتاع السماعه، ليها سويتش اون واوف لوحدها، ليها ده بقى اللي بندخل فيه الكابل اللي هو مثلا الجاك اللي هنشغل بيه، وادي كابل الباور، وفي هنا حاجتين، حاجه اسمها اون وحاجه اسمها ستاند باي، ده نقدر نحول بينهم. لسه هقعد اكتشف انا بقى في الحاجات دي واسمع صوت السماعه عامل ازاي، الجوده بتاعتها كويسه ولا ايه، واشوفها في الميكس عامله ازاي والكلام ده كله. يبقى النهارده كان معانا اللي هي السماعه دي اللي هي الهيدفونز ديت عشان الميكس وكده، ومعانا كارت الصوت برضو اللي هو الكروس فايل، ومعانا كمان السماعه اللي هي بتاعه المونيتور بقى دي كمان. وطبعا دي ليها اختها بقى لازم يتركبوا ليفت ورايت، فهجربهم بقى كده يعني. ده كده يعتبر انبوكسنج بس عشان شكلهم عجبني وسمعت عنهم حاجات كويسه جدا، وبيقولوا يعني هينزلوا لنفسه جامد جدا، والماركه بصراحه انا مجربها قبل كده في حاجه قبل كده في البيانو ومبسوط منها جدا، فقلت اجرب في الحاجات الجديده. هعمل لكم ان شاء الله فيديو تاني عن بعد ما اجرب بقى استخدامي ليهم عاملين ايه، كويسين حلوين وحشين، ايه ظروفهم، الجوده عامله ازاي، هقول بقى ان شاء الله الكلام ده في فيديو تاني. شكرا.